يقول: أب يأمر ابنه بطلاق زوجته بدون سبب، والزوجة صالحة وبارة بزوجها. قال أهل العلم أن عمر رضي الله عنه أمر عبد الله ابنه أن يطلق زوجته، فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال: أطع أبك. قال: أطع أبك. فقال بعض أهل العلم أن الأب إذا أمر الابن أن يطلق زوجته فإنه يطيع، وبعضهم قال إذا كان الأب مثل عمر فعن يطيعه الولد، لأن بعض الآباء متسلطون، يتسلط على ابنه، يعني بس أنا ما نمشتهيها، وهذا فيه ظلم للمرأة. يعني إذا ما كان فيه ظلم للمرأة، يعني ما مشكلة كانت المرأة هي ظالمة مثلا، إذا كانت تسيء إلى زوجها أو تسيء في فراشها أو تسيء إلى أبويه، فنعم يطيع أبويه ويطلقها. أما إذا كانت لم تسيء لزوجها ولا للفراش ولا للأب ولا للأم، فلا يطيع الأب في هذا، لأن هذا فيه ظلم. يعني أنا أطيع أبي بشرط أني لا أظلم الناس، أطيع أبي بشرط أني ما أظلم الناس. أما إذا وقع ظلم على الناس هذا لا يجوز. فعلى كلامه إن المرأة صالحة وبار، لكن إذا كانت تؤذي أبويه فنعم يطيع والديه ويطلقها. أما إذا كانت لا تؤذي أبويه بس كل ما في الأمر أن لبه مشتهيها، مي زوجة لبه عشان يشتهيها ولا ما يشتهيها، زوجة الابن، فلذلك لا يطلقه ولا يطيع أباه في ذلك، أنه فيه ضرر على هذه البنت.